عليكم. وحشتوني جدا جدا وبحبكم جدا جدا. والفقره دي الحقيقه بالنسبه لي انا محتاجاها عشان استفيد منها. اهم حاجه في حياتي وفي حياه كل ست بتتفرج علينا بيتها واولادها. وبالذات فيما يخص التغذيه. وانا بشتري حاجات ولادي ياكلوها او جوزي، او ببقى عايزه اشتري انضف حاجه وافضل حاجه واصح حاجه. بمعنى ايه؟ مش شرط ان الشكل يبقى هو ده الاساس اللي انا بختار عليه. يعني مثلا مش شرط ان انا ما اجي اشتري طماطم فاشتري الطماطم اللي هي الطماطمايه قد كده ولا البطاطسايه قد كده. في معايير من خلالها لو عرفتها هقدر اشتري اكل صحي واكل مناسب جدا جدا لاسرتي. بس محتاجه افهم ايه هي القواعد دي اللي امشي عليها. طبعا القواعد انا مش عارفها، لازم نجيب حد خبير شاطر بيفهم في الكلام ده هو اللي يقول لنا. ومن الناس الشاطرين جدا جدا، والحقيقه انا شخصيا بستفاد منهم جدا لما بشوف يعني برامجهم او بشوفهم في القاءات، الاستاذه منى ياسر اخصائيه سلامه الغذاء. اهلا وسهلا يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك، منوره يا قلبي. الله يخليك، تسلمي لي يا رب. احنا محتاجينك جدا. شكرا. رغم ان انا في السن ده، يعني انا اهو 56 سنه وبشتري حاجتي من زمان لنفسي وبنزل اشتري خضاري وبتاع، لكن اكتشفت وانا بتفرج عليكي ان في حاجات وانا بشتريها لا مش هي دي الطريقه اللي انقي بيها الخضار بتاعي، لا في طريقه تانية عشان اضمن ان الخضار بتاعي مظبوط وصحي. وبالبلدي كده يقول لك ايه، لا ده خضار عليه هرمونات، واحنا لا فاهمين ايه هرمونات. أيوة. ولا فاهمين ايه خضار مش عارفه ايه ولا. فمحتاجين حضرتك تفهمينا ازاي اختار الخضار بتاعي بشكل اضمن من خلاله انه ما عليهوش هرمونات. اول حاجه بسم الله ما شاء الله عليكي، مش باين عليكي خالص. ربنا يخليك، كتر خيرك. تاني حاجه ان انا اختار الخضار او الفواكه اللي ما تكونش عليها هرمونات، ده بيكون اول حاجه الحجم بتاعها ما يكونش غريب غير اللي احنا اتعودنا عليه، زي ما اقول لك كده في بلدي وفي ايه اللي هو البلدي بمعنى صح. مع ان بيني وبينك انا مثلا لما اجي انقي فايه اقول ايه ده ما شاء الله، انا عمري مثلا ما شفت طماطم بالحجم ده. دي غرك شكلها. اختار بقى الكبيره، اختار دي الكبيره خالص. مثلا فاكهه لا ده بصي شكل ده غريب، مش بالعكس دي علامه يا فندم. الفراوله مثلا. ايوه انا اقعد انقي يعني الراجل بتاع الخضار اللي انا بشتري من عنده حبيبنا ده كده فبيسيبنا نقي بقى. مع ان تلاقيه ممنوع، ما بتتنقاش الفراوله بالذات، لا انا نقي بقى اكبر فراوله بقى. فهي ذوق طعمها بيني وبينك مختلف عن الفراوله اللي الصغيره انت تاكليها اللي هي البلدي. صح كده؟ ليه بقى؟ الحاجات اللي بيكون عليها هرمونات او عليها ما علينا، الحاجات اللي بتبقى مرشوشه، الحاجات اللي زي كده دي بتكون اولا لونها غريب شويه، حجمها غريب شويه، وكمان طعمها اغرب. بس شكلها بيبقى حلو كده، ما هي بتصور كده. ما الحاجات دي هي اللي دي علامه. طب مثلا لو قلنا البرقوق والخوخ مثلا، لو البذره اللي جوه لقيتها بتتفتح بسهوله، مش هي جواها بذره صلبه قوي كده، البذره دي لو اتفتحت بكل سهوله تعرفي ان هي شاربه هرمونات كتير جدا. بتهزري؟ والله شفت علامات بسيطه ازاي؟ طبعا انا دي ما اعرفهاش انا. لا ده انا بقول انا لما بشتري بقى الحاجات الاحجام الحلوه دي. أيوة. بلاقي بقى براحتي. أيوة. فممكن فعلا البذره تتفتح بسهوله فاقول يا سلام ده مستويه جدا. ابدا، لدرجه ان البذره استوت. دي علامه والله. دي علامه واشاره ان فعلا اتشربت هرمونات كتير قوي. تمام. بالذات يعني جبت لك مثال الخوخ والبرقوق لان البذره بتاعتهم صلبه قوي. فدي اكتر حاجه بتبقى واضحه فيها، مجرد ما تتعمل كده خلاص، او تلاقيها مفتوحه، تفتحي مثلا الفاكهه نفسها تلاقيها، تفتحي الخوخيه او البرقوقيه تلاقيها اتقسمت في ايديكي نصين. أيوه. تعرفي ان واخده هرمونات كتير. وقلنا اللون والحجم والطعم، الطعم مش ده اللي اتعودت عليه بتاع الطماطم، مش بلدي بتاعنا الحلو. ايوه. يبقى بصي بقى والله العظيم انت ست محترمه جدا. سلامي. يعني مش شرط احنا بقى ايه نروح على الحاجات المستورده، يقول لك ده خوخ مستورد مثلا، ده مش عارف ايه واللون والشكل حاجه بقول لك امسكها اتصور بيها. الحاجات البلدي بتاعتنا دي ابقى انا ضامنه دي من مزارعنا ومن اراضينا. صح. صحيح ممكن ما يبقاش حجمها قد كده يعني العنبايه قد كده، مفيش طعم. طب انت هتيجي تاكليها تحس انها عامله زي الميه، مفيش طعم. هي شكل ومنظر بس من بره، تعالي كليها ودوقيها فعلا مفيش طعم. دي تعرفي اكتر طالما مفيش طعم برضه وحجمها متغير ولونها متغير ان دي عليها هرمونات. اقول لك على حاجه ثانيه كمان، ما بيكونش ليها ريحه،
بمعنى ايه؟ ايوه تشم ريحه الطبخايه كده تحس ان هي الجوافه ليها ريحه كده. لا ممكن تبقى جوافه ما فيهاش الريحه. صح. المانجا حتى في مانجا ريحتها نفاذه، وفي مانجا قد كده المانجايه فيها مفيش ريحه مانجا، مانجا. صح. ولا طعم صح ولا اي حاجه، تحس ان فعلا شكلها غريب مش هي دي متعودين عليها. يعني انا اللي يهمني ان تكون المساله مش شرط شكل وحجم قد كده، لا صح، يكون ليها ريحه وتكون حجمها الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. فراوله بتاعتنا الحلوه الصغننه دي، والله دي البلد مش لازم الاقي والله العظيم ثلاثه، يعني مثلا ايه الكيلو يطلع له ايه 10 فراولات مثلا، هي الفراوله اقول لا عشان تبقى فيها لحم كده وانا بعصرها. بس فعلا حتى العصير اعملي ملهاش طعم، ملهاش طعم، تفضلي تحطي في حاجات عليه عشان يديها طعم وبرده مفيش طعم. نيجي لاهم نقطه. ايه بقى الخضار والفاكهه؟ طب انا اشتريت دلوقتي مثلا، اشتريت اللي هو البلدي العادي، ازاي احسن حاجه انضف بيها؟ ايوه صح كده؟ طبعا. طب انا دلوقتي اشتريت البلدي الحلو الجميل احنا متعودين عليه اللي هو بحجم كويس وطعم كويس وكل حاجه، بس تمام. ازاي انضفه؟ احط عليه شويه ميه وخلاص كده؟ لا. النقطه دي مهمه قوي عشان اشيل اقصى يعني اقصى حاجات اللي هي الاتربه والبكتيريا والحاجات دي كلها، انقعها في ميه وخل، ميه وخل وبيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم اللي هي ايه بالبلدي؟ عشان احنا ايه؟ لو رحت عند العطار والله يقول كربوناته اللي هي الكربونات بتاعتنا دي. ايوه كربونات. كربوناته دي والله كيلو دي كربونات. شويه كربوناته كده، حطي معلقه ولا حاجه وانت بتغسلي الخضار والفاكهه بتوعك او الورقيات الخضراء. بقدونس بقى وكزبره وشبس الخضار والفاكهه. وخص. كله يتغسل بنفس الطريقه دي. تنقعيهم خمس دقايق ولا حاجه. طب هقول لك على حاجه، في حد مثلا يقول لك لا الخل ده الخل بيدبل بيدبل الخضره. مع البيكربونات بيتحدوا مع بعض وينضفوا جدا، تحس عارفه الطماطميه تمسكيها كده البلدي دي ليها لمعت كده وحلوت بعد ما تكون. ولو في مثلا اي يعني احيانا عشان مثلا الافات الزراعيه الديدان ومش عارفه ايه، فممكن بيرشوا كده حاجات زراعيه. تمام. فممكن الحاجات دي لو ما غسلتش الحاجه كويس تاثر على صحتي. تاثر جدا. وكمان بتعلي الفري راديكال اللي هي الشوارد الحره في الجسم. الشوارد الحره دي لا عملوا دراسه كبيره قوي، لقوا ان هي من ضمن الحاجات اللي بتجيب لا قدر الله بيت الشر عني وعنك وعن كل الناس كانسر. اعوذ بالله. لما بتزيد في الجسم اللي هي اسم بمعنى بالعربي كده بلدي السموم. ما انا ما غسلتش حاجه عادي، الميه بس مش هتنضف لي الكلام ده، مش هتشيل السموم. وبيني وبينك انت برضو بتقولي حاجه بسيطه جدا، يعني في ناس تقول لك ايه معرفش في الصيدليات حاجات مستورده اقراص كده مستورده تحط. طب انا ما عنديش امكانيه اقراص مستورده، عشان كده بقولت البيكربونات حاجة اسهل في كل بيت. الخل ازازه الخل اللي بتبقى قد كده وسعرها متناول الجميع. ايوه الخل الابيض العادي اهو، الخل بتاعنا الابيض العادي. تمام. اي نوع. وكربوناته هشتري ربع كيلو كربونات وهقعد عندي سنه، يا دوب احط معلقه واحده. صح؟ معلقه واحده بس. مش هحف يعني. لا 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 معلقه بلاش حفافات. تمام. وانقعهم لمده خمس دقائق. خمس دقائق. وبعدين طيب بعد ما اشيلهم اشطفهم في ميه عاديه عشان طعم الخل يروح. اشطف ميه عاديه ونشفهم واشيلهم في الثلاجه. تمام. بكل سهوله، الموضوع سهل جدا. تمام. طيب ايه المعلومات التانية اللي مثلا وانا بشتري الخضار تحديدا، انت جبتي لي بقى الخضار زي مثلا السبانخ. تمام. السبانخ دي بقى بتبقى شايله طينه وبتاع في ناس تقول لك لا اغسليها بالليمون. تمام. السبانخ هتتغسل بنفس الطريقه اللي احنا قلنا هتتغسل، انا نغسل بيها كل الخضار وكل الفواكه. تمام. ولكن السبانخ فيها ماده اسمها ماده الاوكسالات. ماده الاوكسالات دي ما بتتكسر. ده انت بسم الله عليكي. هقول لك انا. ايوه كنت قبل كده زمان. ايوه يعني الحمد لله كنت نزلت حصوه، فالدكتور لما حللوا الحصوه قالوا لي دي حصوه اوكسالات حاجه كده. ايوه. فقال لي ما تاكليش بقى نهائي سبانخ ولا سبانخ ولا جرجير، وانا بحب دول قوي، ولا بنجر ولا بطاطا كمان. وفي بعض المكسرات فيها ماده الاوكسالات. انت بتهزري؟ بس احنا ازاي بقى نكسر؟ طب ايوه ما انا هقول اهو. يعني ينفع اكل ينفع سبانخ؟ جدا. هقول لك بقى التركايه اللي تجيب من الاخر. قولي لي. اوكي احنا خلاص غسلناها بنفس الطريقه دي باللي احنا قلنا عليها خل وبيكربونات الصوديوم. حلو. بعد كده اروح نقعها في ميه وليمون او اديها غلوه على النار. تمام. يا ده يا ده. طب وبعد الاثنين يعني معلش بعد الغلوه اقدر اطبخها بقى؟ لا هي غلوه كده بسيطه، بس مجرد بس ما تنزل مفيش دقيقه ولا حاجه، غلوه كده بس. وارمي الميه بتاعتها. ايوه نرمي الميه بتاعتها وميه النقع وميه وليمون. الليمون بيتحد مع الحديد فبيكون ماده قويه، يعني الاثنين بيتحدوا مع بعض فماده الاوكسالات بتروح متكسره في الميه غصب عنها. حلو ده. فانا خلاص انا قعدتها خمس دقائق مثلا في ميه وليمون، فبالتالي السبانخ مع الحديد اتحدوا
وصفيت انا الميه خلاص ورميتها، اقدر اكل السبانخ وانا مطمنه جدا، مفيش ماده الاكسدات فيها، اتكسرت لا تكون حصوات اللي هي كالسيوم اوكساليت. طب ما هو الكالسيوم موجود في السبانخ، فبيتحد مع ماده الاكسداليت بيعملوا حصوات اللي هي اللي نزلتها. ايوه هي دي. هي دي اسمها كالسيوم اوكساليت. ونفس الحكايه زي جرجير كمان كله بنفس الطريقه، الورقيات الخضراء دي. الورقيات الخضراء افضل حاجه ليها تتنقع في ميه وليمون 5 دقائق عشان ماده الاكسالات. طب مش ميه وخل؟ ميه وليمون. ليمون طيب. ليمون عشان فيتامين سي بيتحد مع الحديد الموجود في السبانخ او في الجرجير. انا حواك انا وانا جايبه حضرتك ليش افهم؟ ما انا مش فاهمه. لا خالص عليا الاثنين يا روحي يعني. فلان ممكن مثلا ايه، انا افتي بقى، ما انا ساعات بفتي برضه. ايوه انا واخده بالي. اقول ايه، ما فيش ليمون يا اختي، حطي شويه خل وخلاص. يا كله بيجي الغرض. كله يعني مزز وخلاص. فلا الورقيات بالذات اللي فيها حديد لازم اعصر في الميه ليمونه. 5 دقائق. تمام. طيب حاجه ثانيه برضو، الحاجات اللي بتتقشر. تمام. يعني الدكتور برضو كان قال لي قبل كده الحاجات اللي بتتقشر قشري منها طبقه سميكه جدا. تمام. يعني بدل ما تبقى ايه، احنا ايه يا دوب بنكحت كده بس. قال لي لا، يبقى 2 مللي مثلا القشره، شيلي 2 مللي منها. أوكي. ولا في وسيله اخرى بفرشه اغسلها ولا حاجه ولا ايه؟ زي ما اتفقنا نفس طريقه الغسل. لو انا مثلا عايزه اعمل البطاطس مثلا نفس طريقه الغسل، عشان قلنا ننضفها تماما والفرشه تمام. وبعدين برضو هنقشرها في جميع الاحوال هنقشرها. تمام. ولكن انا لو ما غسلتهاش وعملتها ايديا هتاخد نفس الكلام، هتتنقل للبطاطسيه نفسها. فيفضل ان احنا نغسل حاجتنا الاول وبعد او ننقعها. وبعدين نقدر ان احنا نستخدمها. طب اقول لك على حاجه بعملها لو تقولي صح ولا غلط. اوكي يعني ما تفضحينيش قدام الناس ابدا ابدا. لو ولا اقدر ولا اقدر خالص. ويا ريت يعني يكون جوزي مش بيتفرج، علشان ممكن برضه يزعل. لا مش يتضايق يعني، هيعايرني بقى، هيفضحني بقى مع اولاده. انا البطاطا بحبها قوي. تمام. البطاطا، البطاطا الحلوه مفيش طابور. وبعدين بشطفها كمان تاني بميه بقى ايه من الحنفيه، بس بتبقى سهله لان الطينه كلها بتنزل لي تحت. تمام. هو انا بس بقول لكم حاجه، محدش يعمل الطريقه دي عشان غسالتكم هتبوظ. انا ممكن غسالتي تبوظ فايه، فاشيل وزر نفسي، لكن ما اشيلش ذنب حد. انا بغسل البطاطا صحيح في الغساله بتاعت المواعين، لكن قد يكون ده غلط على الغساله لان الطينه بتترصب تحت. يعني ما علينا. فبعد ما بغسلها طيب انا بشطفها بميه. تمام. ممكن احطها بقى انقعها تاني في ميه مثلا بكربونات ولا؟ هو يفضل ان احنا ننقعها يعني الاول ننقعها في ميه وننزل الطينه اللي عليها، وبعدين ننقعها في ميه وخل وبيكربونات الصوديوم. هي برضو البطاطا. البطاطا عشان برضو البطاطا فيها ماده الاوكسالات. ايه ده البطاطا؟ والله ايه ده؟ الدكتور ما قاليش انا ما باكلش بطاطا. اديني بقول لك انا باكل بطاطا كتير جدا في الشتاء فيها ماده الاوكسالات. ويفضل برضو يعني احنا قلنا بعد ما كسر فيها ماده الاوكسالات بيفضل ان احنا نشيل القشره بتاعتها. طب ما احنا كده كده لما بنشوي البطاطا ما بناكلش القشره. هي فعلا الشوي بيقلل نسبه الاوكسالات. تمام. شويه، ولكن النقع بيكون اكتر، بيكسر خالص. الله يبارك لك في شويه معلومات حلوين دول، يعني كنت انا فعلا محتاجاهم. البطاطا بقى وحلاوتها في الشتاء. ايوه انا بقى طول بقول باكلها. انا هنسيب البطاطا كده؟ لا طبعا خلاص خلصناها. نعرف بقى فوائدها. فيها بوتاسيوم وفيها حديد وفيها مغنيسيوم وفيها منجنيز. بس في حاجه فيتامين سي. في حاجه ثانيه عظيمه. إيه؟ فيها تخن، فيها سمنه. لا خالص فيها خالص. طب لا والله ابدا، ده حرام ظلمتوها. طب والله. طب هقول لك ليه. لا نطلع فاصل وترجعي بقى تشرحي لي موضوع السمنه لما باكل بطاطا كتير. أوكي. الدنيا بتبوظ عندي وبتخن بقى قد كده. تمام. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع خبيره التغذيه الاستاذه منى ياسر. ولسه مشرفانا خبيرة التغذية الأستاذة منى ياسر. يا منوشة. نعم يا روحي. أنا بقول لك البطاطا، أنا يعني عشقي في الشتاء البطاطا المشوية وريحتها، يعني ريحتها بتتشوي دي بتعمل لي كده استمتاع. ففي سمنة بقى، يعني أنت بتقولي لنا لا ناكل الحاجات الطبيعية والحاجات اللي مش عارفة إيه والبطاطا إيه، بس ما أنا باكل كتير وبتخن كتير برضو. ما إحنا خلينا نتفق على حاجة، إن أي حاجة هاكلها زيادة هتخن. صح كده؟ صح. مين بقى هيسيطري على الحتة دي؟ مين بقى؟ كورس السوبر سيليوم. سوبر سيليوم. كورس السوبر سيليوم. تمام. كورس السوبر سيليوم بيحسسنا قد إيه إن إحنا شبعنا فترة كبيرة قوي ونقدر نسيطر على الجوع، لأن مش كل شوية هجوع. تمام. مين اللي بيخليني أجوع؟ لما هرمون الأنسولين بيرتفع. ما تنسيش برضه إن البطاطا فيها سكر كتير. فأنا أربط بقى ده بإيه؟ بمعدن الكروميوم اللي موجود في أقراص البي سليم.
تمام. ايه هو كورس السوبر سيلف؟ ايوه بالراحه وبالراحه عليا كده واحده واحده عشان برضو احنا ايه يعني نفهم فنقتنع، فلما نستخدم الكورس يجيب نتيجه ان شاء الله. ان شاء الله. اول حاجه كورس السوبر سيليوم بيحتوي على اقراص السوبر سيليوم، على اقراص البيسليم، وكريم شد الترهلات. اي حد لما بيخس تمام بيبقى ايه في ترهلات. تمام. مين هيساعدني على الموضوع ده؟ كريم شد الترهلات. يبقى انا عندي مندك هيخسسني ويخليني احس بالشبع طول الوقت، وكمان الكريم هيشد الترهلات. طب نشرح حاجه حاجه ومعاهم ثلاث هدايا. لا خلينا بس الاول في احنا دلوقتي قلنا مكونات أقراص الكورس، اقراص السوبر سيليوم سوبر سيليوم تمام. والبيسليم وكريم شد الترهلات. اقراص برضو اقراص البيسليم وكريم شد الترهلات. طب ايه هو اصلا اقراص السوبر سيليوم؟ كلنا عارفين ان السيليوم هو عباره عن او قشور بذور السيليوم هي عباره عن الياف. الالياف دي بتنزل المعده، تشربي معاها ميه تلاقي نفسها نفشت، تفضلي شبعانه فتره كبيره وقادره تسيطري على الجوع. ازاي بقى؟ اول حاجه هي فيها السيليوم، اوكي، اللي قشور بذور السيليوم اللي بتساعدنا على الشبع والجوع نقدر نسيطر عليه. تاني حاجه تحتوي على القهوه الخضراء اللي طبعا بدورها بتعزز الحرق جدا، مع مستخلص التوت اللي بيحفز الحرق 4 أضعاف. ادي ايه اقراص البي السوبر سيليوم. طب انا لاحظت حاجه وانت بتشرحي الاقراص. ايوه اقراص السوبر سيليوم. ايوه لاحظت ان انت كل المكونات اللي قلتيها طبيعيه، مش ما فيهاش اي كيمياء خالص، طبيعيه 100%، ما فيش اي اثار جانبيه. بعض الادويه مجهوله المصدر بتعمل اكتئاب طبعا، لكن اقراص السوبر سيليوم طبيعيه 100%، مصرحه من وزاره الصحه. دي مهمة قوي جدا جدا. انا مش جايب حاجة من جهة المصدر. تمام. انا اغلبية الناس اللي كانت لي مني انا اخدت الدواء الفلاني اوكي وجالي اكتئاب، اما ده ملوش اي اثار جانبية، طبيعي 100% وامن من سن 13 سنة لسن 14 سنة. لا مش من 13 ل 14. من 13 ل 14 سنة لحد 70 سنة. ايوه كده. تمام. ايوه كده عشان الناس اللي بيتفرجوا علينا. ايوه طبعا اللي زي حالاتي واللي اكبر شوية. اوكي. يبقى بنأكد تاني اقراص السوبر سيليوم. أيوة. طبيعيه 100% 100% ومصرحه من وزارة الصحة. ودي اهم حاجه، وملهاش اثار جانبيه. تمام. نيجي بقى لاقراص البيسلم. اقراص البيسلم تحتوي على الفانيليا، معدن الكروميوم، مستخلص الاناناس، وقشور برضو السيليوم. تمام. ايه ده يعني ايه ده الحاجات اللي قلتيها كتير دي؟ مستخلص الاناناس والفانيليا، الفانيليا بتظبط مستويات السكر في الدم وتعزز الايض اللي هو الحرق. زيدي عليهم بقى كمان مين؟ المعدن الكروميوم. معدن الكروميوم دوره ايه؟ دوره انه يظبط مستويات السكر في الدم، فهرمون الانسولين ما يرتفعش، فبالتالي مش كل شويه احس بالجوع. يبقى انا سيطرت من ناحيه وشبعت من ناحيه، والناحيه الثانيه قدرت ان اظبط مستويات السكر في الدم. طب هقول لك على حاجه. اتفضلي. طب ده يعني كده معنى كلامك انه مناسب لمرضى السكر. جدا. والامراض المزمنه وامراض القلب والسمنه طبعا. المفرطه او السمنه الموضعيه. تمام. مناسب وامن جدا جدا جدا. حاجه كمان، مستخلص الاناناس في فيتامين سي. وبيمتص الدهون بقى ويحولها لان هي تتحرق عن طريق قلنا مين؟ القهوه الخضراء. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. يعني العناصر دي بتجتمع مع بعض، وكل أيوة. عنصر بيدعم العنصر الثاني. أيوة. علشان يزود الحرق، يزود لي الحرق ويخسس ويديني يعني احساس الشبع. صح كده. يعني واقدر اسيطر على الجوع. بدل ما اكل 2 كيلو و3 كيلو وانا قاعده، لا اكل لي بطاطايه وابقى سلام استمتعت وشبعت. حلوه جدا. هو ده اللي احنا عايزينه، دي النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها. طب انا دلوقتي خسيت يا منى، مش هيحصل لي ترهلات؟ كلنا بيحصل لنا ترهلات. ازاي بقى اقدر اسيطر على الموضوع ده؟ عن طريق كريم شد ترهلات. طب في ايه كريم طبيعي يعني يا منى؟ طبيعي 100%، يحتوي على الكولاجين وفي كافيين. الكولاجين بيعمل ايه؟ بيشد الجلد ويساعد على انه مظهره يتحسن جدا. طب زيدي عليهم بقى كمان الكافيين اللي موجود، بيحرق الدهون اللي تحت الجلد ويعالج السلوليت، مشكله الستات كلها والتعرجات اللي بتبقى. أيوه. موجوده بشكلها مش لطيف. يبقى انا كده بقضي على السمنه من خارجيا اللي بتبقى ظاهره على الجلد ومخليه شكل الجلد. مش حلو. صح كده. والدهون الداخليه. انه بيساعدني على حرقها، وانه بيساعدني ان انا ما اكلش زياده عن طاقتي. صح كده. وحاجه كمان، الناس برضو مش ما في ناس طاقتها كبيره ما شاء الله، الله اكبر. احنا بيعرف يسيطر على الموضوع ده. هو بيسيطر اوتوماتيك، لان ازاي بيسيطر؟ قلنا بيخليه شبعان فتره كبيره قوي، فمش كل شويه اكل، وهرمون الانسولين اللي كل شويه يرتفع ويخليني اجوع بيفضل مظبوط. طب التلات هدايا بقى منا يعملوا ايه؟ لا استنيني قبل التلات هدايا. تمام. الهدايا دول انا عايزه كده ايه تشويق واثاره للمشاهدين عشان الهدايا هنعرفها.
اخد ازاي الكورس؟ يعني ازاي اتناول اخده كله في يوم في وقت واحد مثلا الثلاث اللي هما الكبسولتين مع بعض، مره مرتين ثلاثه قبل الوجبات بعد الوجبات؟ سؤال مهم قوي. يعني انا هشتري كده وهحتاس يعني بالعربي ومش عارفه ابقى اعمل ايه؟ ابدا، احنا عندنا في فريق طبي مختص بيتابع كل الحالات اسبوعيا مجانا، يعني مش محتاجه اجري ورا حد ولا اروح ولا اجي، هم وانا في هيتصلوا بيا البيت. وانا في البيت، هيتصلوا بيا وهيتابعوا معايا ويشوفوا لو في اي مشكله بتواجهني، لو يشوفوا هدفي، يشوفوا كل حاجه، المتابعه المجانيه الاسبوعيه مع الفريق الطبي المختص. طب ليه بتاكدي قوي على فريق طبي؟ طبي يعني مش اي حد وخلاص، مش يعني اي لو انا متابع عندي وخلاص. مشكله عندي مثلا وانا بشتري الكورس، اتصلت انا دلوقتي على الارقام اللي قدامي وقلت لهم لو سمحت انا الارقام عايزه اللي تظهر على الشاشه. ايوه انا عايزه الكورس، فهل في اسئله هسالها؟ عندك مثلا ضغط، عندك سكر، بيفهم كل كل لازم حاجه، ياخد الداتا. وكل الحاله تختلف من شخص للتاني، يعني ما ينفعش ان انا عشان بنت خالتي خست على الكورس اروح اخد نفس الكورس من لا نفسي كده ابدا. هو متنوع. هو مش حاجات متنوعه، هو زي ما اتفقنا ممكن الناس تحتاج 3 شهور، ممكن ناس تانية تحتاج شهرين، على حسب كل حاله، على طيب حسب السمنه موضعيه ولا مفرطه. انا بس دلوقتي طبعا الارقام اللي هتتصور دي نصورها بالموبايل بس عن طريق الارقام، ولا ممكن مثلا في تواصل؟ صفحه على الفيسبوك اسمها وان دايت. ايوه هي تظهر دي دلوقتي على الشاشه، تمام. وان دايت وان يعني برضو دايت من خلال الصفحه دي من لو خلال الصفحه على اقدر الفيسبوك. اتواصل. ايوه، وكمان الارقام اللي موجوده على الشاشه، صفحه وان دايت على الفيسبوك، تقدروا انك انتوا تتواصلوا تمام معاهم. تمام ف تمام. يعني مده بقى عمل يعني الصفحه طبعا مفتوحه طول الوقت، لكن الاتصالات. اتصلوا زي ما انتوا عايزين في اي وقت طب انا برجع هتلاقوا من شغلي تعبانه وعايزه اخلص، فممكن اتصل مثلا على 9 10 بالليل هلاقي حد موجودين يا يرد فندم، عليا؟ موجودين يا فندم، طيب عنينا الاثنين. حلو، وبعدين ده شيء يشرفنا. الله. لا يعني انا برضه عشان ايه اصحابي اللي بيتفرجوا علينا. عنينا الاثنين. انا فرحانه بالكورس، لسه هتقولي لي الهدايا، بس فرحانه لانه طبيعي 100% وآمن 100%، وامن ملوش آثار جانبية. وملهوش اثار جانبيه كمان، وبيساعد مرضى سكر. مرضى سكر وأمراض مزمنة وأمراض قلب ملوش أي آثار جانبية، وآمن، مش بيعمل اكتئاب زي بقية دي، بنبه عليها قوي دي، لا اللي زي تنبه عليه بقية كمان المجهولات الرائع المجهولين بالنسبه المصدر لي، الرائع جدا، انه مصرح من من وزاره وزارة الصحه، الصحة. دي اهم حاجه بالنسبه لي. صح كده. التلات هدايا بقى عايزين نحفز الناس بقى. يلا. التلات هدايا عبارة عن كريم لنضارة البشرة بيحفز الكولاجين تحت الجلد. ناس كتير قوي تقول لك انا خسيت فوشي وقع. وشي بقى بهتان بقى وحسيت ان عجزت مليون سنة، مين يحلل الموضوع ده؟ التلات هدايا، كريم اللي بيحفز انتاج الكولاجين تحت الجلد لنضارة البشرة، وكمان كريم لوجع المفاصل. ناس كتير لما بتيجي تخس او عندها سمنة مفرطة من بسبب وزنها بيحمل على المفاصل كتير قوي، رقبتي الشتا داخل، رقبتي توجعني، عندي شد عضلي مش عارفة في رجلي في ايديا في اي مكان، مين يساعدني بقى في الموضوع ده؟ كريم وجع المفاصل اللي هو تقليل وجع المفاصل، كل ده مكونات طبيعية، حتى الهدايا مكونات طبيعية 100%. يحتوي اللي هو كريم المفاصل ده على المغنيزيوم وزيت اللوز، زيت اللوز وزيت الكافور، تمام، اللي هما بدورهم بيسكنوا الالم ويقللوا التهابات. تمام. مين تالت هديه؟ سيرم هير تونيك. الله الله، ايوه ايوه، اديني الشعر بقى، اديني في الشعر بقى، عشان الواحد لما بيخس شعره بقى بيقع بيقع وبيبقى ويهيش وبيفقد الترطيب. ايوه مين هيعوضني الموضوع ده؟ سيرم هير تونيك. تمام. سيرم هير تونيك بيساعد على وقف انزيم التساقط في الشعر، حلوة قوي. زيدي عليهم بقى كمان انه بيرطب الشعر جدا ويعالج الهيشان ويعالج مشاكل الشعر اللي بتبقى موجوده وده استخدمه ومهتر. كتصفيف ولا بتحط احطه واغسله؟ على الجذور لانه امن. اه على الجذور، وتحط شويه على الاطراف حلو قوي، وتعمليه زي ماسك كده. انا عظمه ده، انا هشتري الكورس عشان الكريم ده. طب سؤال تاني، حضرتك قلتي ان الهدايا ثلاث حاجات، اول حاجه قلتيها الكريم نضاره البشره، نضاره البشره، ده مختلف عن الكريم اللي في الكورس نفسه اللي قلتي لي انه شد الترهلات. شد الترهلات طبعا ده كريم نضاره للبشره فقط، في تاني عسل للجسم. وفي بذور القمح. اه اوكي، بذور جنين القمح. اه بذور جنين القمح مع فيتامين اي مع العسل مع المكونات الطبيعيه دي كلها بتشد، تحط الكولاجين انا بقى بتهيألي نضاره. والله العظيم حتى اللي مش محتاج الكورس لو جسمه رشيق يشتري الكورس لمامته وياخد هو صح، والله فكره ياخد حلوه قوي دي، الهدايا دي، يعني حاجة عظمة. حاجة كمان، خصم 50% على أول 100 متصل. طيب احنا كده الموضوع كبير قوي. الست عندها العيب، خصم 50%. طب أقول حاجة كمان بقى، على أول 100 متصل. تحفز بقى كمان، الشحن مجاني. مش هندفع حق شحن؟ لا أبدا. طب وبعدين في الجمال ده؟ أنت جميلة والله. طيب لو أنا عايزة اتنين كورس مثلا، واحد ليا وواحد لمامتي،
تمام. هاخد الهدايا مزدوجه. مزدوجه طبعا. يعني انا قصدي الهدايا دي مختصه بالكورس الواحد. ايوه كل لو انا خدت اتنين كورس هاخد اتنين يعني تلات هدايا زائد تلات هدايا زيهم بالظبط. ايوه الكورس عباره عن تلات منتجات، اقراص السوبر سليم واقراص البي سليم وكريم شد الترهلات. التلات منتجات معاهم تلات هدايا. التلات هدايا كريم نضاره البشره وكريم لتخفيف وجع المفاصل والسيرم الهير تونيك، خصم 50% والشحن مجاني وكمان متابعه مجانيه مع الفريق الطبي المختص في اي وقت اتصل. أيوة. طب انا في حالات معايا انا منبهره الحقيقه ويعني عايزه اقول لهم برافو عليكم. ابطال والله ابطال. التحول ده من خلال الكرش الاخضر اللي هو أيوة اللابس الكرش الاخضر اللابس المدور ده والاحمر بقى ما فيش ما شاء الله. عايز اقول لك ان دي 23 كيلو نزل. 23 كيلو 23 كيلو. طب في وقت قد ايه؟ شهرين ونص. يعني انت بتهزري؟ احنا نقدر ان احنا نخس مع الكورس من 10 كيلو ل 15 كيلو بطريقه امنه في الشهر. في الشهر بس لو التزمت. طبعا. ما انت هتقولي دلوقتي لو التزمت 15 كيلو ان شاء الله، ما التزمتش 10 كيلو. لا نلتزم. لا 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 ما شاء الله. انا يعني فرحانه جدا جدا بال مبهره الصراحه جميله جدا. الله شوفي عدد الكيلوهات قد ايه. والله العظيم فعلا 23 كيلو في 3 شهور. كان ده الاب وده الابن يعني فاهمه. تحسي ان يعني تحسي انه لا نزل جامد هايل جدا. طب مفيش ستات كلهم رجاله ولا ايه؟ يا نهار ابيض على الحجم. كلهم بصي الكل ما شاء الله. شوفي شوفي. طب ده بالذات عايز اعرف في قد ايه وقت؟ برضه 3 شهور وبرضه كان بيتدلع. ده بقى من انسان لانسان تاني خالص. فرق شاسع يعني. ده كان الحقيقه يعني ده باين عليه جدا. كلهم في العشرينات يعني. كلهم حاجه و20 كيلو حاجه و20 كيلو. من كتر ما الكورس قد ايه في شهر واحد يقدر يخسسك 10 ل 15 كيلو بطريقه طبيعيه وامنه. ما شاء الله. وده كمان 19 كيلو ما شاء الله. فرق شاسع في الجناب، فرق شاسع حتى في اختيار الهدوم وفي الكتاف الثقة. يعني شوفي هنا كتافه نزلت خالص. كل حاجه كل ما شاء الله من الف للياء اتحول تماما. الثقه بالنفس بتفرق كتير قوي مع الناس اللي بتخس. طيب انا باكد برضو تاني الارقام قدامنا اهي. نصور وفي متابعه من خلال الارقام وطلب الكورس من خلال الارقام او من خلال الصفحه. يعني عندنا وسيلتين. وان دايت دي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ايوه صح. والارقام اهي برضو قدامنا فنقدر نتابع ونشتري الكورس من خلال الارقام او من خلال الثلاث منتجات بتاعت. عليهم ثلاث هدايا. تمام. سؤالي بقى، حضرتك قلتي لي مناسب من سن 13 سنة لحد 70 سنة. طريقه اخدانه بقى، اخد الكورس ده ازاي؟ يعني الكورس ده عباره عن الاكل ولا قبله ولا زي ما اتفقنا احنا عندنا. هو ده ميزه ان احنا عندنا فريق طبي مختص. فده اللي ده يعني طبعا الفريق الطبي هو اللي بيحدد انا هاخد امتى واخد ازاي. بتختلف من كل حاجه من كل حاله للتانيه. فبالتالي انا عندي خصم 50%، ثلاث منتجات عليهم ثلاث هدايا وشحن مجاني من جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. طيب انا دلوقتي يعني لو في عروسه، انت عارفه دايما العرايس يا حبايبي على غفله كده بيكتشفوا ان هم لا عايزين يخسوا عشان الفستان. صح. علشان اقدر اخس قبل فرحي والفستان يبقى حلو كده ومتظبط ومش مبين اي تفاصيل وحشه في جسمي، ابتدي من امتى اخد الكورس؟ قبلها مثلا بقد ايه؟ 6 اشهر؟ لا ولا حسب الكميه، حسب الدهون اللي عندي او وزني؟ حلو جدا. على حسب كانت سمنه موضعيه ولا سمنه كليه او مفرطه. يعني قصدي حضرتك ان حسب لما تكون مثلا منطقه الارداف بس هي اللي يعني فيها زياده وزن ولا أو البطن. ايوه على حسب موضعيه في مكان معين ولا كليه من اول فوق لحد ده. طب برضه ده اللي هيجاوبني عليه الفريق المختص الطبي والمتابعه. طب مجانيه باكد. اي عدد من المرات؟ هي اسبوعيا. هم بيتصلوا بيكي على فكره، انت مش محتاجه تجري وراهم ولا تروحي بقى في الزحمه ولا اي حاجه. هم يتصلوا بيكي ويتابعوكي متابعه اسبوعيه فريق مختص. تمام. بيبتدوا ان هم يشوفوا لو في اي مشكله، لو انت بيشوف هدفك ايه، كل حاجه. كل حاله تختلف من شخص للتاني. وخلال استخدامي للكورس مفيش اكل ممنوع؟ يعني مفيش اكل ممنوع. انا بحب المحشي مثلا، انا صح وبحب المكرونه بشاميل، هقدر اكلهم وانا طبعا تقدري تاكلي كل الاكل اللي انت عايزاه برضه. بس هو انا غصب عني هاكل حاجه بسيطه وهشبع، لان الكورس بيساعد على الاحساس بالشبع لفتره كبيره جدا وبالتالي بيسيطر على الجوع. تاني حاجه انه بيعلي مستويات الحرق جدا، فبالتالي بقدر اخس بسبب مستخلص التوت بيحفز الحرق 4 اضعاف.
4، مفيش منتج كده ابدا ما شاء الله، مبهر جدا. طب نقول تاني معلش لاخر مره مكونات الكورس. عباره عن اقراص السوبر سليم واقراص البي سليم وكريم شد الترهلات، معاهم مين بقى؟ تلات هدايا، تلات منتجات، تلات هدايا. التلات هدايا عباره عن كريم نضاره البشره وكريم تخفيف وجع المفاصل، داخلين على الشتاء كلنا مفاصلنا ايوه هتخبط على الجيران. والله وكمان السيرم هير تونيك، سيرم الهير تونيك عشان يوقف التساقط والهيشان وترطيب الشعر. معاهم كمان خصم 50% تمام، وشحن مجاني ومتابعه شحن مجاني كل انحاء الجمهوريه، عشان بس ما حدش يقول لك مكان معين. ايوه مش القاهره بس، لا خصم يعني 50%. لو حد اتصل وعايز في اقاصي الصعيد موجود دي، فهيوصل مجانا، هيوصلني مجانا؟ مجانا مجانا، الشحن مش هدفع اي شحن ولا اي حاجه، يعني الغالبية العظمى يقول لك الرقم وجنبيه رقم تاني ضريبة او الرقم التاني الشحن. لا هو ده الرقم مجانا اللي هدفعه هيوصلني لحد وانا في اسوان. أيوة او اسكندرية او مرسى مطروح. ايوه خصم 50% كمان. كمان الاول 100 متصل. الاول 100 متصل طيب ما حدش يجي يقول لي منى انت ليه ما خدتش 150. تمام طيب انا دلوقتي بنوه تاني، دي الارقام اللي بتطلع على الشاشة هنصورها، والصفحه بتاعتنا برضو نقدر من خلال الارقام نشتري الكورس ونتابع مع الفريق الطبي المختص، او من خلال الصفحه وان دايت، وبرضو الارقام هي موجوده، فما عندناش حجه عشان نخس. وبقول لكم اهو من دلوقتي ياكلوا بطاطا براحتهم. لا انا اصل الشتاء داخل، والشتاء بقى حضرتك يعني اكل 24 ساعه، يعني بنبقى مش عارفه ليه في الصيف المساله بتبقى عايزه اكل خفيف عشان الحر وبتاع، لكن في الشتاء المحاشي بقى سخنه والمكرونه بالبشاميل والبطاطا البطاطا. انا بشكرك جدا جدا، وانا والله بجد استفدت منك جدا جدا. تسلمي يا رب. يعني ربنا يخليكي لينا وتشرفينا دايما. شكرا جدا. ومرسي على الكورس سوبر سليم. كورس سوبر سليم تمام. وتشرفينا دايما عشان تدينا ملحوظاتك وتدينا نصايحك، والف شكر. مرسي. تسلمي لي يا رب. شكرا جدا لكل ذوق. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه بإذن الله هتعجبكم. النور هل علينا في الفقرة الطيبة، وسبحان الله والله العظيم، يعني ربنا جعلنا من بركاته كده نسل الأكابر. مولانا الشيخ محمد رضا دي فقرة طيبة ومولانا بيزيدها طيب. فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى وتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا مولانا الشيخ محمد رضا مشرفنا من مؤسسة نبض الحياة ومن الأزهر الشريف. شرفتني يا مولانا. الله يبارك فيك يا أستاذ. وأنا ببلغك سلام كل الناس اللي بتتفرج أهو، جيراني أهو، أنا ببلغ أهو، ويعني بيقولوا هم عايزين حضرتك في برنامج يومي. نعمل إيه بقى؟ إن شاء الله إن شاء الله يعني قريب. تقعد تكلمهم وتفتح تليفونات ليهم إن شاء الله. علشان الناس كلها إن شاء الله بتستبشر بوجودك. الله يرضى عليك. الله يخليك. ربنا يرضى عنهم جميعا. اللهم آمين. اللهم آمين. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا قبل ما ابتدي في يعني هو قال لي ما تقوليش اسمي، أخ فاضل من إخواتنا كده الطيبين، قال لي والنبي انا عايز الحق وقف النخيل وانا بتفرج على الحلقات، وقالوا لي يعني احنا بنقول دايما ان اول 10 ان شاء الله يعني تقريبا كده هنقفل الباب، بس ان شاء الله هنفتحه تاني في ال 8000 فدان التانيين، ونص الشهر في رحله لوقف النخيل. قال لي انا عايز الحق بس انا معيش غير 3000 جنيه، فلو دفعت ال 3000 جنيه دلوقتي واوعد وعد ان خلال شهرين هدفع ال 2000، هل ينفع اروح معاهم الارض دي من كتر ما اللي بشوفه من المئات اللي موجودين متبرعين؟ انا نفسي ابقى مع الناس دي. فقلت له انا يعني انا اسمح لي انا اسفه يعني انا من غير ما اخد الاذن، قلت له انا متاكده يقينا ان مجرد ما اقول لهم هيرحبوا بيك حتى لو ما كملتش ثمن النخل. ان شاء الله ممكن يجي لي بكره المؤسسه. تمام. وانا باذن الله هن يسر له الامر ان شاء الله.
هو حتى استشهد بقى تحديدا سبحان الله، ما يعرفش ان حك يعني ان انا حابب حضرتك النهارده بحضرتك تحديدا. بيقول لي مولانا الشيخ محمد رضا في كل مره بيطلع مع حضرتك بيقول بيفضل يتحايل يلا يا جماعه تعالوا معانا، مش بس وقف النخيل ده بيقول تعالوا معانا في وصلات الميه، تعالوا معانا في الابار، وبيتحايل في كل حاجه. واللي عايز اي متبرع عايز يجي يشوف حاجته بنفسه، مؤسسه نبض الحياه كالشمس في ضحاها، واضحة وضوح الشمس، لكن من يراك مخطئا فإنه يراك مخطئا حتى ولو كان كفيفا. حتى لو كان أعمى. طب يا عم ده الشمس طالعة، يقول لك لا ده مش طالعة. طب ما أنت مش شايف أصلا. لا لكن هو الحقد والكراهية والحسد والنجاح دايما بيقابلوا الكلام ده. الله أكبر. لكن أنا أقول لكل السادة المشاهدين بإذن الله أي حد مؤسس نبض الحياة له تبرع فيها يجي يشوفه بنفسه، واحنا على أتم الاستعداد. ويمكن أنا جالي تليفونين قبل ما أدخل لحضرتك، تليفون من أحد المقدمي البرامج معايا الحاجة ناجية كانت معاه وكلمتني، ابنها العقيد محمد إبراهيم محمد متبرع هو وزوجته وخمسة من أسرته الله ميتين. الله أكبر. فبندعو لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يرحم الموتى، اللهم ويكرم السادة اللي هم المتبرعين اللي هم العايشين بالصحة والعافية ويخلف عليهم. والحج عزة محمد من مصر الجديدة متبرع الأسبوع اللي فات ومكلمني بكرة عشان يقابلني في المؤسسة عشان جاي هو والأسرة بتاعته كلها يتبرعوا. الله أكبر. فاحنا الله يعني الله. أنا بقول أي حد يحاول يقول مؤسسة نبض الحياة، لا مؤسسة نبض الحياة كالشمس في ضحاها، واي حد يجي واحنا على اتم الاستعداد، وكل اللي اي حاقد او اي كاره او اي حاسد يتكلم فيه يا مولانا احنا الحمد لله بعيد عن هذه الشبهات. انا كنت موجوده مع حضراتكم وكان ليا الشرف في وقف النخيل تحديدا، انا رحت مرتين، اكتر من 25 اتوبيس مليان ناس، اظن دول يعني مش واحد ولا اتنين بيتصوروا، ده الكاميرا جايبه الله اكبر، أعداد لا حصر لها. معظمهم إن شاء الله جايين المرة دي وجايب معاه ناس تانية. الله. ويمكن حضرتك بس أشير لحاجة تانية، أنت بتقولي آخرنا شهر 9 أو 10. أول 10. ده ليه؟ إحنا مش ما بنقفلش باب التبرعات. لا أو لا لا أنا قصدي في الألف فدان هي الألف فدان. هو برضه في الألف ليه؟ برضه اللي عايز يتبرع، إحنا المستمرين في التبرعات، لكن هو في الألف ليه؟ عشان تنظيم الرحلة الأتوبيسات العدد والإدارة عايزة تنظم عشان يطلع التنظيم على أكمل وجه عشان ما حدش يتعب في الطريق. لا عشان وأنا كمان إيه أنا عايز أقول حاجة. أصل أنا رحت بقى وفي حاجات ما تصورتش. اللي ما تصورش إيه؟ الضيافة. الضيافة تخيل انت 25 اتوبيس، كل اتوبيس مثلا فيه ايه نقول 100 بني ادم مثلا، حوالي 2500 بني ادم. الضيافة في بفضل الله طبعا غدا والقائمين. انا على فكرة عايز احيي الاخ الفاضل الشيف والسادة المعاونين، ان ازاي حوالي 15 بني ادم بيطبخوا ل 2500 بني ادم وبياكلهم. فانا قلت لهم ده انتوا تهدى حيلكم، ده انا لو عندي عزومه في البيت فيها 10 تنفار بقعد قبلها بخمس ست ايام وبفرهد. قال لي بفضل الله ربنا ايده معانا، ربنا باصص على المكان ده وقف نخيل وربنا باصص لنا، وفي ايادي في ايادي معانا هي اللي بتساعدنا، ده بفضل الله. فكمان المساله مش مساله الاف راحوا زرعوا بنفسهم حاجتهم، لا ده في ضيافه وبني ادمين ربنا اختصهم برضو انهم يخدموا الطيبين دول. هو كل الامر الحمد لله في المؤسسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، احنا كلنا حتى ده توفيق من ربنا والحمد لله. حتى لو حد بيتكلم يقول لك الاعلام والناس دي بتظهر في الاعلام، لا احنا بنظهر ل والله مساعده وعاملين وقف فيه استدامة لفعل الخير، وطبعا ده استثمار خيري مال محبوس على أن يكون الناتج منه لفعل الخير. لا احنا بنروح نستلم بنفسنا. أيوة. المشايخ بيروحوا عشان يشوفوا، عشان ما حدش يقول ان المشايخ بيتكلموا، المشايخ بيتكلموا وبيوثقوا العمل بتاعهم، وعشان الأمانة احنا بنقول احنا مسؤولين امام الله. علشان كده احنا الحمد لله عندنا ثقة في ادارة مؤسسة نبض الحياة،
وفي مجلس الأمنة بفضل الله مهما حقد الحاقدون أو كاد الكائدون بفضل الله إحنا واثقين. وأنا بقولها على الهوى دلوقتي اللي عايز يجي يتأكد بنفسه إحنا طبعا طبعا إحنا ما فيش الحمد لله إحنا ماشيين بما يرضي الله عايزين نرضي ربنا. دي ناس تبرعت وبنعمل لهم البير بتاعهم يجي يشوف وصلت ما يجي يشوف ساكف يجي يشوف عروسة يجي يشوف يشوف الأمانة بتاعته الحاجة وصلت ولا النخل بتاعه طبعا احنا طبعا رواد النخل بقت طبعا الحمد لله هي نبض الحياة فضل الله بقت خلاص يعني وقف النخيل براند خلاص فاحنا الحمد لله بفضل ربنا كل الكلام ده لا ندعيه ولا نتحدث وليس على ارض الواقع على ارض الواقع حقيقه لا حقيقه على ارض الواقع. ويتفضل اي حد عايز بير. انا واحد كلمني في سنه 21 كان متبرع سنة ايه؟ سنة 21 2021 وكلمني بعت له الحاجة بتاعته وهو ما كانش عارف يوصل وصلته ما فيش علما بان كان بعت الرسالة من فترة وانا ما جرتش انا متأخر وبعت له طيب ما تيجي بقى نشوف على أرض الواقع إن شاء الله. وهي الناس تشوف معانا الأفاضل المتقين المحسنين اللي ليهم يعني كل بس احنا ضيعنا الفقرة الدينية بتاعت الناس ما هم هيزعلوا مني انا معلش انا اسفة والله انا اسفة يعني بس معلش سامحني نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. كلما نظرت الى الفقراء والمساكين كلما نظرت الى المحتاجين نظر الله اليك. حتى صاحب البير سماه بئر الكوثر. ليه سماه بئر الكوثر؟ عشان احنا دايما واحنا في الدعاء بتاعنا بنقول ايه؟ اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. الكلام ده امتى؟ يوم القيامة. طب النهر اللي هنشرب منه ايه؟ اسمه نهر الكوثر، نهر في الجنة. انت هتشرب منه. فتخيل اللي عمل او اللي عملت البير ده بئر الكوثر ربنا هيدي لها أجر قد إيه. وإن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، يعني اللي يشرب مية زمزم بنية الشفاء ربنا يشفيه، اللي يشربه بأي نية صالحة الله عز وجل يبلغه إياها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كذلك بقول هنا اللي عمل بير زمزم ده بنية الشفاء إن شاء الله ربنا يشفيه، ولو عمله بنية جبر خاطر له في الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل ربنا عز وجل هيعطيله أجره بنيته مصداقا لهذه الكلمة زمزم. من أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى بيوفق فيها العبد إن هو يكون سبب لنفع الناس. وإحنا هنا في بني سويف بننقل لحضراتكم صورة من صور نفع الناس. العجيب بقى في توفيق ربنا سبحانه وتعالى إنه يكون النفع ده رابط بين الأحياء والأموات. لو حضرتك بصيت على اسم البير اللي انا واقف قدامه ده قمة التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى انه يضع في قلب المتبرع واللي عمل البير ده نية ان هو ينفع الاموات بعمل واحد بس. نفعت كام واحد من الاحياء ونفعت كام واحد من الاموات. لما ربنا عز وجل ارسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ارسلناك الا ايوه زي ما حضرتك قلت رحمة للعالمين. علشان كده رحمة ربنا بتيجي مع سقي الماء. عاوز ترحم عباد الله اسقهم مية. علشان كده احد المتبرعين سمى عمله الصالح بئر الرحمن الرحيم. بئر السعادة الأخروية تمني وأمنية على ربنا سبحانه وتعالى للي عملوا البئر دي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم السعادة في الآخرة. انتوا طمعانين في السعادة الأخروية؟ ربنا بيخيبش ظن حد ابدا، ربنا يكتب لكم السعادة الأخروية ويكتبها لنا معاكم ويجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض. قبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني أحسنوا إليه. حقيقي بقول له جزاكم الله خيرا، وده مش لسان حالي بس، ده لسان حال كل اللي بيشرب كوباية مية من البير ده وبينتفع بيه ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل يجمع الأجر بين إن هو يخلي الناس ترتوي بكوباية مية نظيفة ويخلي الناس تذكر الله وتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياه في الجنة. كل ما عدي على عمل خير زي اللي احنا واقفين قدامه ده ولاقي مكتوب عليه فاعل خير بفتكر قصة صاحب النقل.
وقصة صاحب النقل باختصار هو رجل قدم عمل جليل للمسلمين ونفع الأمة بالفتح الإسلامي ولم يرد أن يذكر اسمه، يعني اشترط لسيدنا مسلمة أنه ما حدش يعرفه واسمه ما يكتبش ولا يعرف خالص، ومع ذلك خلد الله عز وجل ذكره إلى قيام الساعة بصاحب النقل. شكراً فعل الخير اللي احنا ما نعرفوش، ولكن كفاية أن ربنا سبحانه وتعالى هو عارفه. وشكرا لكل الناس اللي عملوا الابار الكتير اللي موجوده في بني سويف، وشكرا لكل الناس اللي ناويه تعمل معانا ابار تاني، وشكرا لكل الناس اللي هتكلمنا دلوقتي وتقول انا عايز اشارك معاكم في ابار بني سويف. مولانا، ممكن حد يسال يقول طب ما بدل ما تعمل لهم بير ارتوازي طب ما تعمل لهم وصلات ميه؟ ما احنا يعني الحمد لله في الابتكارات الموجودة دايما في مؤسسة نبض الحياة، المكان اللي بنلاقي فيه عدة بيوت قريبة من المصدر بتاع من المصدر بتاع البير، بنحاول نوصل لها وصلة مية من البير علشان ما يمشيش مسافة. وممكن تكون واحدة ست كبيرة، حد مثلا هيبقى عنده مشقة ان هو يروح لحد البير يملأ، فبنوصل له الوصلة ديت. برضو دي من الحاجات اللي تميزت بيها مؤسسة نبض الحياة، وبفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنتقي الله ما استطعنا. يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني احنا بنحاول قدر امكاننا، بنجتهد قدر امكاننا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو الموفق. وإحنا حضرتك شايفة الناس حتى رفضوا ذكر الاسماء. انا المفاجأة بقى مجموعة الابيار دي ما فيش ولا بير مكتوب عليه اسم شخص خالص، كله أسماء هي لله ونكرين نفسهم. ما هو أصل هو اللي بيعمل، هو حضرتك يعني دايما يعني سبحان الله، الخير يبتدئ بكلمة والشر يبتدئ بكلمة. طوبى لمن أجرى الله الخير على يديه. وبعدين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ألهمها أو نظف قلوبها دايما تتكلم بالخير. وفي ناس لا يتبرعوا ولا لهم دعوة بالتبرع، بس يتكلم في الشر وخلاص. أعوذ بالله. فكرك حد من المتبرعين دول بيتكلم، يعني عندك أنا واحدة متبرعة من الإسكندرية ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، الحاجة اسمها، لقيتها يعني عندها غيرة على المؤسسة بشكل لا تتخيليه. والله أي حد بينتمي للمؤسسة دي بفعل خير بيبقى حاسس إن هو من مؤسسينها. بالظبط، يعني إحنا يعني الحمد لله. ليه؟ لأن في إخلاص في العمل، إحنا بنحاول قدر إمكاننا. وأي إنسان ما بيقولش أنا عملت أبدا، عمر ما في واحد في المؤسسة لا الكبير ولا الصغير. يمكن أنا حضرتك أنا ذكرت مثال قبل كده لرئيس مجلس الأمنة، قبل أنا ما أعرفه إن هو ده رئيس مجلس الأمنة في بدايتنا خالص في المؤسسة، وبيجري مع موظف، الموظف اللي بيقول لقيته بيجري معاه عايز كذا كذا، لقيته هو اللي بيجري يعني. الموظف نفسه صعق لما عرف ان ده الاستاذ امجد اللي هو رئيس مجلس الامنه، الرجل اللي كان حريص على ان الانجاز وان يكون العمل بيتحرك كانه موظف عند الناس، لانه فعلا هيتسال قدام ربنا بالزبط عن الناس بالزبط. دي هو العمل يا استاذه نشوى، يعني معلش احنا وان كنا يعني ما اتكلمناش في الموضوع بتاع الحلقه بتاع النهارده، لكن انا بقول يعني اما انسان يكون ربنا موفقه بيوفقه ليه؟ على إخلاصه. أيوة. إنما الأعمال بالنيات. لو لم يكن الإنسان مخلصا لما قيد الله له جنودا لم يراها ولا يعرفها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيد للخير أهله، يقيد للخير أهله. وسيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال إيه؟ قال أنت فعل الخير وحب الخير، لأن اللي بيحب شيء ربنا بيديه له. أيوة. ربنا خلقنا، واللي خلقنا بيحب يدينا اللي احنا بنحبوه. يعني حضرتك يعني اما حد من اولادك يكون عايز حاجه، ولله المثل الاعلى طبعاً. ما بنربش المثل بالولد، لكن نفسه يعني انت بتلبيها له ولا لا؟ بموت نفسي عشان انا وابوه. فهو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحب الخير ربنا بيديه له، واللي عايز الشر يروح بعيد عننا بقى. هو يعني الله في نحر، احنا بنقول احنا بنحب الخير للناس كلها وبنقدم الخير للناس كلها ونفسنا النجاح، وبنقول لاي حد تاني او اي مؤسسة اي انسان بنقول له ربنا يعينك على فعل الخير، لكن لا نقدح في احد. ان الله يدافع عن الذين الحمد لله آمن. الحمد لله. انا بشكر حضرتك يا مولانا، شرفتني وانستني الله يرضى عليك وطلتك علينا بركه. ربنا يعزك. ربنا يخلي الله يخليك. الله يبارك فيك.